السلام عليكم طلاب، نكمل بهاي محاضرتنا حل الأسئلة. وصلنا للسؤال 5-6. يقول the coefficient of fraction، معامل احتكاك between the body A، الجسم A اللي وزنه 50 أو 0.5. إذن معامل احتكاك بين ال body A والسطح عندنا 0.5 العفو. الهوموجينيوس بار اللي هو البي سي، الهوموجينيوس بار البي سي يقول وزنه 100. بما انه قال هوموجينيوس فراح يكون الوزن وين؟ بالمنتصف مالت البار. يقول ديترماين ذا فورسز اكتنج اون بدي اي، ايش قد حدد كل القوة المؤثرة على الجسم اي، ايش قد القوة المؤثرة على الجسم اي لازم نحددها. هسه اول شيء راح نبدي بالفري بدي دايجرام، نرسم الفري بدي دايجرام مال الجسم اي ونرسم الفري بدي دايجرام مال البار. نجي على اليمين على البودي اي، هسه الوزن راح يكون وين؟ 50 للاسفل، الان بالاتجاه المعاكس للاعلى. الاف راح تكون عكس اتجاه الحركه، الجسم طبعا بفعل الكيابض المربوط بالبار، البار طبعا بفعل وزنه راح ينزل للاسفل، فعن طريق الكيابض راح يجر الجسم اليمين باتجاه اليمين، ولذلك راح نفرض الحركه باتجاه اليمين، وبالتالي راح تكون الاف باتجاه اليسار. هنا فرضنا ان التنشن اتجاه التنشن راح يكون للاسفل، من نجي ناخذ الفري بدي دايجرام مال البي سي راح نفرض التنشن بالاتجاه المعاكس، هنا فرضناه للاسفل، هنا نفرضه للاعلى، لان الجسم في حاله التزام. طبعا هنا عندنا بين بنقطه البي، عندنا بين بالبين قلنا راح لازم عندنا قوتين. راح نفرضهم يا اما خارجات من الجسم او داخلات للجسم، مو مشكله، احنا ذني ما مطلوبات من عندنا. اذا هنا راح نفرض ان البي اكس والبي اي اثنيناتهم طلعات من الجسم. او تريد تفرض ان دخلات جسم للجسم ماكو مشكله. هسه اول شيء لازم نحدد ايش قد الاكس وايش قد الواي، يعني هذه المسافه من هنا لهنا وهذه المسافه من هنا لهنا، يعني كانما نرسم هذا المثلث. طبعا وانت تشابه المثلثات بين هذا المثلث وهذا المثلث اللي مطينا ميله راح نقدر نطلع المسافه اكس واي، فنقول الاكس على طول البار اللي هو 5، هذا مطينا انا 5، هو نفس الشيء يساوي 3 على اليمين على الوتر مال هذا المثلث اللي هو 5، راح نطلع معناته الاكس. وبنفس الطريقه الواي على 5 تساوي لي الاربع على 5 وطلعت الواي. هسه نجي على الفري بدي دايجرام الاول اللي هو هذا. هنا هذه القوه البي اكس والبي واي ما مطلوبات، احنا مطلوب من عندنا التنشن، لان التنشن موجود بالجسم اي. وراح نفرض ناخذ عزم وين؟ بنقطه البي. احنا الجسم هنا في حاله اتزان عندنا، فنفرض الجسم العزم ناخذ عزم بنقطه بي راح يساوي العزم نقطه بي يساوي صفر، ونفرض انه اتجاه العزم راح يكون عكس عقرب الساعه اللي هو الموجب. هسه نجي لهذه القوه اللي هي ال 100، اول قوه هذه عندنا، هذه اتجاه للاسفل، شلون راح يكون دورانها؟ دورانها راح يكون حول نقطه بي باتجاه عقرب الساعه، فلذلك ناقص 100. ايش قد المسافه؟ بما انه هذا الاكس من هنا لهنا هي 3، فهذا الوزن العفو هذا راح ينصف هاي المسافه، راح ينصف هذه المسافه الاكس، فش يصير 3 على 2، يعني هنا القوه 100 واقعه بنصف البار وايضا واقعه بنصف الاكس، فلذلك المسافه من هنا لهنا احنا عندنا كلها 3، فصير 3 على 2 زائدا. ليش زائد؟ لان التنشن شلون راح يدور؟ التنشن راح يدور عكس عقرب الساعه، حول نقطه بي راح يدور عكس عقرب الساعه، فلذلك يكون موجب. ايش قد المسافه العموديه من التنشن لنقطه بي اللي هي هذه من هنا لهنا؟ هذه المسافه العموديه اللي مقدارها 5. اذا عندنا هنا مجهول واحد، ولذلك راح يطلع التي مباشره يطلع لنا 30. نرجع المن هسه للجسم اي للبودي اي. هسه اول شيء طلع عندنا التنشن، صح ولا مو صح؟ طلع عندنا التنشن صار معلوم. ايش بقى عندنا مجهول؟ الان والاف. هسه من ناخذ سميشن اف واي، من ناخذ سميشن اف واي ما عندنا مشكله. ليش ما عندنا مشكله؟ لان عندنا مجهول واحد اللي هو شنو؟ الان. طبعا التيم هنا أنا ما إله، فلازم تتحلل. ف طبعا اذا اشوف انه التي التنشن، شوف ان التنشن راح يكون عموديا على من؟ على البار اللي هو البي سي. بما ان التنشن عمودي على البار بي سي فاكيد راح يكون ياخذ عكس الميل، اذا التنشن راح ياخذ عكس الميل مال من؟ مال البار البي سي. اي من نريد نطلع العفو التنشن تي اكس والتي واي، فالتي اكس نضربها في ايش قد؟ نضربها في 4 على 5، والتي واي نضربها في ايش قد؟ في 3 على 5. او اصلا هو احنا العفو مطيك اياه بالسؤال،
منطقي بالسؤال ما يحتاج تاخذه عكس الميل. ففرضا اذا ما انطى فتعرف انه لازم ان التنشن هو يكون عكس الميل مال البار بي سي. بس هنا انا منطقي بالسؤال او الموجود اصلا هو بالمساله، فالتي اكس هي 4 على 5 والتي واي هي 3 على 5. هسه نريد ناخذ سميشن الاف واي، ناخذ سميشن العفو الاف اكس اول مره، ناخذ سميشن الاف اكس. ايش عندنا مجهول بالاف؟ سميشن اف اكس او سميشن اف واي ما تفرق، احنا بكل الحالات عندنا مجهول واحد. اذا اخذنا سميشن اف اكس فعندنا مجهول فقط يا هو بس الاف اللي هي قوه الاحتكاك، لان التنشن معلوم. فالتي طبعا الاف ناقصا باتجاه الاكس السالب، مو احنا نفرض الموجب باتجاه اليمين، فناقصا اف لان هي باتجاه اليسار، والتي نضربها في قد قلنا 30 احنا طلعناها نضربها في 4 على 5، منعتها راح تطلع عندنا الاف 24. وبنفس الطريقة نقول summation fy، نفرض ان الاتجاه الاعلى القوة تكون موجبة، فعدنا الان باتجاه الاعلى الخمسين اللي هي الوزن اللي تكون باتجاه الاسفل، وكذلك التي منتحللها التي واي راح تكون باتجاه الاسفل، نضرب الناقص 30 في 3 على 5 منعته راح نطلع الان، طلعت الان 68. هسه منعته طلعت الان وعدنا احنا معامل الاحتكاك 0.5، فراح نضرب الميو في الان فراح يطلع لنا الاف داش 34. الاف داش طلعت لنا 34 بينما الاف طلعت لنا 24، بما معناه ان الاف هي اصغر من الماكسيمم فراكشن فورس، اي ان الماكسيمم فراكشن فورس اكبر من الاف ومن قوه الاحتكاك اللي موجوده او اللي يوفرها المتوفر حاليا بالسطح، وبالتالي فان ذا بودي از ان اكوليبريم، اي انه الجسم متزن وماكو اي حركه، لان احنا نعرف انه حتى الجسم يتحرك لازم تكون الاف اكبر من الاف داش. ناخذ مساله ثانيه، هي بروبلم 5 8. يقول the homogeneous block of figure B58 weights 2500. عندنا جسم منتظم او بلوك وزنه 2500. يقول the coefficient of friction between the plane and the block، معامل الاحتكاك بين هذا الجسم وبين السطح مطين اياه 0.3. determine the range of values of b، يقول شقد مقدار range value مال ال b which the block is in equilibrium، حتى يبقى الجسم في حاله التزام. شقد هذه القوه ال b؟ هسه نيجي اول خطوه ناخذ هذا الجسم اللي هو البلوك الهوموجينياس، عندنا هذه هي البي، طبعا الوزن راح يكون للاسفل قلنا، فراح تحلنا الى وزن موازي للسطح ووزن عمودي على السطح، يعني الى دبليو اكس ودبليو واي. عندنا هذه ال 100 منطينها بالسؤال، والان تكون باتجاه معاكس لاتجاه الوزن، وعندنا الاف داش راح تكون معاكسه لاتجاه الحركه. هسه راح ناخذ الفرضيات اللي عندنا هنا بهذا الجسم، شنو راح يصير؟ قبل لا ناخذ الفرضيات قلنا نحلل الوزن الى دبليو اكس ودبليو واي، فالدبليو اكس ال 2500 نضربها في 3 على 5، قلنا الوزن ياخذ عكس الميل، الميل مطينا هنا 3 ب 4، فالوزن هنا عمودي على السطح المائل فراح ياخذ عكس الميل، فال 2500 حتطلع الدبليو اكس الوزن باتجاه الاكس نضربها في 3 على 5، والوزن باتجاه الواي نضربها في 4 على 5. اول فرضيه راح نفرض ان الجسم ينزلق للاعلى، لان هنا عندنا قوه مقدارها 100 وعندنا قوه مجهوله مقدارها بي، فممكن الجسم ايش بي ينزلق نحو الاعلى، ممكن لو ممكن طبعا ممكن حسب مقدار القوه بي، عندنا هنا قوه 100 واحنا عندنا قوه مجهوله بي، ممكن الجسم فعلا راح وين ينزلق للاعلى. فاذا فرضنا هذه الفرضيه ان الجسم ينزلق للاعلى، فالاف داش وين راح تكون؟ للاسفل. الاف داش راح تكون للاسفل. ناخذ السميشن اف واي، سميشن الاف واي اللي هي عندنا الان اتجاه الاعلى راح تكون موجبه، وال2000 اللي هي الدبليو واي راح تكون باتجاه الاسفل راح نطلع منعتها الان. بعدين نفرض سميشن اف اكس يساوي لنا صفر، فراح يطلع لنا الاف داش اللي هي باتجاه الاسفل ها راح تكون موجبه، وال1500 اللي هي دبليو اكس ايضا باتجاه الاسفل راح تكون موجبه، عندنا ال100 باتجاه الاعلى اللي هي تكون سالبه، والبي باتجاه الاعلى راح تكون سالبه، منعتها راح نطلع المقدار البي لان عندنا مجهول واحد، فيطلع مقدار البي مباشره هنا. أنا اول بي طلعت لنا مقدارها 2000 نيوتن، العفو 2000 باوند.
هسه قلنا اعيد مره ثانيه، فرضنا اول فرضيه ان الجسم بفعل القوتين بي والعفو بي والمية الجسم راح ينزلك للاعلى، او ممكن انه هاي البي وهاي المية ما تكفي لرفع الجسم لرفع الجسم للاعلى، يعني ما تكفي الانزلاق للاعلى، ممكن وين ينزلق؟ ينزلق للاسفل. لذلك الفرضيه الثانيه راح نفرض اف ذا بودي از سليمينج تو داونورد، راح نفرض الجسم المن ينزلق للاسفل، وبالتالي راح تكون حركه الجسم المن للاسفل، وبالتالي راح تكون الاف داش وين حركتها؟ باتجاه الاعلى. نعيد نفس الخطوات، نسوي سميشن اف واي، هنا ما راح يتغير شيء، اذا تنتبه ما راح يتغير شيء. سميشن اف واي الان راح تكون قلنا باتجاه الاعلى، والألفين الوزن راح يكون باتجاه الاسفل اللي هو دبليو واي، راح نحصل ان 2000. شوف هنا طلعت لنا 2000 وهنا طلعت لنا 2000. الاختلاف وين؟ بالسميشن اف اكس، هنا انا ناقص اف داش، هنا صارت قبل عندنا اف داش كانت المن موجبه، ليش؟ لان كانت الاسفل، هنا انا اف داش راح يصير المن للاعلى لان الحركه صارت عفوا الحركه راح تصير للاسفل، فالاف داش وين راح تصير؟ للاعلى. هنا الاف داش راح يصير المن للاعلى، ليش؟ لان الحركه للاسفل وبالتالي صارت سالبه، وناقصا قلنا بي مثل ما هي ثابته ناقصا بي، بس تغير عندنا الاف داش راح تتغير عندنا طبعا قيمه البي، هنا طلعت صارت 800. اول قيمه للبي طلعت لنا 2000، ثاني قيمه للبي طلعت لنا 800. هسه هاي فرضتين اخذنا، ممكن الجسم انه ينزلق نحو الاعلى، وممكن الجسم شبيه ينزلق نحو الاسفل. زين ممكن الجسم ينقلب ايضا، ممكن الجسم ينقلب نحو الاعلى، وممكن الجسم شبيه ينقلب نحو الاسفل. فلذلك راح ناخذ اول حاله انه نفرض ان الجسم ينقلب المن للاسفل تو داون وورد، هنا راح ناخذ العزم هم بنقطه الاو، قلنا نفرض الان باتجاه بنقطه الاو، وراح نفرض وناخذ العزم وين؟ بنقطه الاو. ليش ناخذ العزم بنقطه الاو؟ حتى نتخلص من الان هنا اللي نعتبرها مجهوله، حتى نتخلص من عندها ونطلع المطلوب من عندنا اللي هو البي. فنفرض ان العزم بنقطه الاو بالركن صفر، فلذلك فان البي راح تكون دورانها باتجاه معاكس لعقرب الساعه، والبي ايش قد من المسافه منها لهنا اللي هي 20 موجوده بالرسم، عندنا ال100 اللي تبعد منها لهنا 5 ايضا موجود بالرسم، عندنا ال2000 اللي هي ال دبليو واي، وعندنا ال1500 اللي هي الدبليو اكس، عندنا ذني ابعاد كلها، ومنعتها راح نحصل البي. الابعاد موجوده بالرسم، يعني اذا تنتبه ان ال100 تبعد منها لهنا 5، والبي تبعد 15 ب 5 20، والجسم كله 20، فالدبليو راح يكون بالمنتصف، طبعا راح يقسم هاي ال20 يصير 10 ب 10، وهذه المسافه كلها هم 20 هم راح تصير 10 ب 10. فلذلك شفنا الدبليو اكس في 10، يعني ال2000 في 10 وال1500 في 10، لان قلنا هذه المسافه راح تصير منها من اللي هنا 10، ومن هذه المسافه منها لنقطه او 10، وكذلك الدبليو واي راح تقسم هذا كله منها اللي انا عندي 20 راح يصير منها 10 وعلى اليسار 10، وبالتالي طلعنا قيمه البي 100. الحاله الاخيره انه راح نفرض ان الجسم وين ينقلب للاعلى بنفس الطريقه، بس هنا نقطه الانقلاب راح تختلف طبعا، بس ما راح تغير شيء، نقطة الانقلاب راح تتغير تصير إذا انقلب للأسفل هنا نقطة الانقلاب، إذا انقلب للأعلى راح تصير نقطة انقلاب هنا بهذه الزاوية، ما راح يتغير شيء، نفس الأبعاد بس نفس الأبعاد بس راح تتغير عندنا بس الاتجاهات، هم راح ناخذ العزم نقطة الأو، عندنا البي قلنا البي في 20، ال100 في 5، وال200 في العفو ال2000 في 10، وال1500 في 15، طلعت لنا البي هنا 2100. نجي نكتب القيم كلهن، عندنا القيمه الاولى للبي طلعت لنا 100، القيمه الثانيه 800، والقيمه الثالثه 2000، والقيمه الرابعه 2100. قلنا القيمه الاولى نهملها اجنور، والقيمه الاخيره شبيها نهملها اللي هي ال 2100، ايش بقت عندنا قيمتين ال 800 وال 2000، اذا اراد المينيمم فالمينيمم 800، اذا اراد الماكسيمم فالماكسيمم 2000، اذا اراد الرينج فاليو فالرينج فاليو هي من 800 الى 2000، ولذلك الرينج فاليو هو من 800 الى 2000. نكمل حل الاسئله. وصلنا للمساله 5-9، يقول هنا أنا هذا الجسم الاي هوموجينيوس الوزنه 120 في حاله اتزان ان اكوليبريم كما هو واضح بالشكل، يقول ديترماين ذا فراكشن فورس قد قوه الاحتكاك اكتنج اون ذا بودي اللي تاثر على الجسم ان
minimum coefficient of friction required، وش قد مع اصغر معامل احتكاك. اذا نريد وش قد قوه الاحتكاك وش قد معامل الاحتكاك. هذا الجسم مثل ما هو موضح، السنتر جرافيتي مالته اللي هو بنقطه جي، وبالتالي الوزن مالته 120 يؤثر بنقطه الجي. عندنا هنا قوه مقدارها 50، ابعاد مالته واضحه 4 ب 4، وعندنا هنا كيبل اللي هو كورد الميل مالته 3 ب 4، وعندنا هذه المسافه، من هذه المسافه اللي متصل بها الجسم على سطح المائل لحد الركن مال الجسم هي مقدارها 1. هسه اول شيء راح ناخذ الفري بودي دايجرام. عندنا هاي القوه هي 50، هاي الوزن 120، هذا الكيبل اللي هو الميل مالته 3 ب 4، راح نفرض التنشن للاسفل. طبعا راح نفرض انه بفعل الكيبل الجسم راح يتحرك باتجاه اليسار، فيكون قوه الاحتكاك لليمين والانجل للاعلى. راح ناخذ العزم وين؟ بنقطه الاو. وين ناخذ العزم؟ بنقطة الـ O اللي هي هذه نقطة التماس، حتى نتخلص من الـ N ومن الـ F لأن هي مجهولة عندنا، حتى نقدر نطلع قوة الاحتكاك. أول شيء قلنا راح نفرض ناخذ العزم من هنا بنقطة الـ O. طبعا راح نفرض أن العزم بعكس اتجاه عقرب الساعة وهو موجب، فنجي التنشن راح تحلل إلى قوتين، واحدة TX وواحدة TY. فالـ TY اللي هي مضروبة في الأربعة على خمسة، تبعد منا هذا اللي هنا 1، مو فالتي واي راح تكون بهذا الاتجاه هذا، وهي المسافه منها اللي هنا مقدارها 1. طبعا شنو دورانها؟ دورانها عكس عقرب الساعه، التي واي راح تدور عكس عقرب الساعه. وعندنا ايضا التي اكس اللي هي نضربها في 3 على 5، التي في 3 على 5 راح يكون دورانها ايضا باتجاه عكس عقرب الساعه، راح تبعد من هاي النقطه لهاي النقطه بالضبط اللي هي هاي المسافه منها اللي هنا 4. عندنا القوة 50 راح تكون دورانها وي اتجاه عقرب الساعة وأيضا تبعد 4، وعندنا ال 120 راح يكون دورانها أيضا باتجاه عقرب الساعة، لذلك هي سالبة وتبعد بالمقدار 1. شلون عرفنا 1؟ أنا أقول لك شلون 1. هذه المسافة منا لهنا ايش قد؟ 2، والمسافة منا لهنا 1، فهاي كلها 2 تروح من عندها 1 فبقت أيضا 1. إذا ال 120 تبعد عن هذه النقطة عن نقطة O بمقدار 1. من عندنا راح عندنا مجهول واحد اللي هو التي، من عندنا راح نحصل عليه من التي بمقدار 100. من قدرنا نطلعنا التي راح نسوي سميشن اف اكس اللي عندنا راح يكون مجهول ياهو بس الاف داش، الاف داش باتجاه اليمين موجب، ال 50 اللي هي باتجاه اليمين ايضا موجبه، ال 100 موجبه، الاف داش موجبه، وعندنا فقط التي اكس اللي يكون باتجاه اليسار راح يكون سالب، نضرب قلنا في 3 على 5 وطلع لنا هو 100 تي، فراح نحصل عليه من على الاف داش. بعدين ناخذ سميشن الاف واي، سميشن الاف واي عندنا الان باتجاه الاعلى موجبه، الوزن باتجاه الاسفل سالب، وعندنا التنشن اللي هو التي واي باتجاه الاسفل سالب. من عندها طلعنا الان اللي هو مجهول واحد طلع لنا 200. اذا الاف داش راح شي يساوي لك الميو بمن في الان، وحصلنا على الميو الاف داش هي معلومه، عفوا الاف داش يساوي لنا الميو في الان، الاف داش اللي هي طلعناها مقدارها 10 والميو احنا نريدها، والان طلعنا 200، اذا الميو يساوي لنا البعيد على القريب، فمن عندها نطلع ان الميو تساوي لي 0.05، وهذا هو المطلوب بالسؤال. طلعنا الاف داش وطلعنا الميو. ناخذ بعد سؤال، عندنا بروبلم 5-10. طبعا انا جاي اكثرك بالاسئله حتى انوع لك بالفكر، وبالتالي ممكن انه كثره حل الاسئله تخليك تفتهم الموضوع اكثر، واكيد لازم من ورا ما تقرا المحاضره تطلع عليها وتحاول تحل المساله بايدك وتفتهم الفكره مالتها. اذا ما راح تلزم الورقه والقلم وتحل المساله بايدك وتفتهم الفكره ما راح تتطور. ناخذ المساله 5-10، يقول ديترماين ذا فورس بي، عندنا هنا قوه بي ايضا مجهوله يريدها، ذات ويل كوز ذا 200 هوموجينيوس ترانجولار بريزم. هذا منشور ثلاثي وزنه 200، يقول هاي القوه البي اللي تاثر على هذا الجسم اي اللي هو وزنه 200، ايش قد هذه القوه اللي راح تسوي لنا امبندنج موشن. هنا حدد لنا امبندنج موشن، يعني عندنا شروع بالحركه. تو هاف امبندنج موشن، البودي بي هذا الجسم بي وزنه 300، ذا كوفيشنت ديفراكشن بتوين بي اند ذا بلين، معامل الاحتكاك بين البي والسطح 0.2.
the coefficient diffraction between A and B, معامل احتكاك بين الجسم B وجسم A مقداره 0.3. إذا عندنا هنا عندنا احتكاك بين الجسم A وجسم B، وعندنا احتكاك بين الجسم B والسطح. طبعا هنا عندنا فرضيات، ممكن انه الجسم B يبقى ثابت. راح نفرض اول فرضية انه جسم B يبقى ثابت وأي ينزلق المن لليمين، مو ممكن بفعل القوة B الجسم راح ينزلق لليمين والبي ما يتحرك، الجسم B ما يتحرك او ما ينزلق ينقلب. اذا عندنا احتمالين، الاي الاي اما ينزلق بفعل القوة P يا اما ينقلب بفعل القوة P، او ناخذ احتمال انه الاي والبي اثنيناتهم مش بيهم يتحركون باتجاه اليمين. هذه هي الفرضية الثالثة. اذا عندنا ثلاث فرضيات، الفرضية الاولى انه الجسم اي ينقلب نحو اليمين بفعل القوة P، او ينزلق، قلنا ينزلق اول مره، العفو الجسم بي الجسم اي ينزلق، او جسم اي ينقلب، او جسم اي وبي اثنيناتهم يتحركون باتجاه اليمين. خلينا ناخذ اول فرضيه، نفرض انه اف ذا بودي بي از فيكسد، نفرض انه الجسم بي ثابت والبودي اي از سليبنج تو ذا رايت، والجسم اتش بي ينزلق المين الى اليمين. طبعا هذا هو الجسم اي، راح ناخذه على صفحه. عندنا هذه القوة P، هذه الN راح تكون باتجاه الأعلى، بما أنه جسم ينزلك لليمين فالF داش راح يصير لليسار، وعندنا الوزن للأسفل. هسه نسوي summation FY، عندنا المجهول يا بين summation FY فقط الN، لأن الوزن للأسفل معلوم، الN للأعلى موجبة راح نحصل من عندها الN. طبعا الF داش شو يساوي لنا؟ الميو في الN، الN طلعت مع طلعناها من الFY، وعندنا الميو راح شو نطلع؟ الF داش. نسوي summation الFX راح يطلع لنا، يبقى بس البي مجهول، وراح نطلع اول قيمه للبي اللي هي 60. الفرضيه الثانيه قلنا اذا كان الجسم بي ايضا يبقى ثابت لكن الاي هنا ما ينزلق راح ينقلب، وين راح نقطه الانقلاب؟ راح تكون نقطه الانقلاب هنا بالركن، فقلنا الان راح تكون بالركن، وناخذ العزم وين؟ بنقطه بهذا الركن، حتى شنو الان والاف تروح، يبقى عندنا بس البي مجهول. فطبعا الوزن 200 راح يدور عكس عقرب الساعة، والبي راح تدور باتجاه عقرب الساعة، لذلك البي سالبة وال200 موجبة، ومنعتها طلعنا البي قيمتها الثانية اللي هي 80. الفرضية الثالثة راح نفرض انه ناخذ يتحركن اثنيناتهم كجسم واحد نحو اليمين، يعني الاي والبي اثنيناتهم يتحركن كجسم واحد نحو اليمين. طبعا هذا الرسم مال الفرضية الثانية اللي هو هنا قلنا ناخذ الانقلاب نفرضه بالركن، ما حيصير ناخذ العزم بالركن العفو. الفرضيه الثالثه قلنا الجسم اي وبي راح يتحركون باتجاه اليمين كجسم واحد، فكذلك راح تكون الان للاعلى بينما الاف داش المن لليسار، وعندنا وزنيا طبعا ال 200 و 300 اثنيناتهم للاسفل. فنفس الحاله راح نقول سميشن اف واي اللي هي الان للاعلى وال 200 و 300 للاسفل سالبات، راح نطلع من عندها الان. نرجع نفس الحاله الاف داش راح يساوي لنا الميو في الان. طبعا هنا راح ناخذ يا معامل احتكاك كمعامل احتكاك بين من؟ بين الجسم بي والسطح المائل، لان الجسم اي راح يبقى كانما ثابت ويتحرك كجسم واحد مياما ويل بي، فراح يصير احتكاك عندنا وين؟ بالاسفل. فلذلك ناخذ معامل الاحتكاك الثاني اللي هو الاو بوينت 2 بين الجسم بي والسطح. من عندها راح شو نطلع؟ نطلع الاف داش، بعدين طبعا سميشن الاف اكس، عندنا بس البي مجهول، راح تطلع لنا قيمه طلعت لنا 70. اذا ثلاث قيم طلعت للبي، واحده 60، واحده 80، واحده 70. قلنا دائما ناخذ اقل قيمه للبي، اللي اذا عندنا ثلاث نتائج للبي دائما ناخذ اقل قيمه اللي هي 60. وانتهى حل السؤال. اخر سؤال راح نحله بهذه المحاضره اللي هو سؤال 5، العفو المساله 5 14. مساله 5 14 يقول بوث بلوك اي اند بلوك بي ويتس 300، يعني يقول لك كل من الجسم A والجسم B وزنهم 300. The coefficient of friction between A and B and the floor 0.4 and 0.6 طبعا respectively بالترتيب، يعني الجسم A والسطح معامل احتكاك مالتهم 0.4، والجسم B والسطح معامل احتكاك مالته 0.6. The pulley is frictionless، يعني هنا ما عندنا احتكاك بين هذا الكيبل والبولي، يعني ماكو احتكاك بالبولي، اهمله. يقول determine the maximum value of B، ايش قد اعظم قوه للبي for which the system is in equilibrium، حتى يبقى الجسم في حاله اتزان. بلوك A is inhomogeneous، بلوك A هو جسم منتظم، مطين الابعاد مال الاي 2 بالثلاثه. هسه نجي ناخذ الجسم A،
عندنا هذه هي القوة بي. طبعا هذه هنا راح ناخذ هنا كأنه قطع للجسم، راح ناخذ قطع للجسم، فهذه هي هنا راح تصير القوة بي اللي هو التنشن. فالوزن راح يكون للأسفل 300، طبعا الان راح نفرضها للأعلى، والاف داش راح تكون لليسار لأن الجسم بفعل القوة بي راح يتحرك وين؟ لليمين. هسه راح نفرض if the body B is not moving، راح نفرض ان الجسم بي ثابت ما يتحرك، and the body A is slipping، طبعا راح ينزلك وين؟ لليمين. اذا راح نفرض الجسم بي ثابت والجسم A هو اللي ينزلك باتجاه الجسم بي، العفو باتجاه جسم بي. اول شيء راح نقول summation of y، summation of y عندنا فقط الان مجهوله، اتجاهها للاعلى موجب والوزن اتجاهها للاسفل سالب، من عنده راح نحصل الان. طبعا احنا نعرف الاف داش يساوي لنا الميو في الان، لان ينقلك الجسم في حاله التزام، فالاف داش يساوي لك الميو في الان، فالميو هي 0.4 والان احنا طلعناها 300، راح نطلع الاف داش 120. من طلعنا الاف داش 120 فبقى عندنا يا المجهول، مجهول فقط البي، فنقول summation اف اكس يساوي لنا صفر، من عندنا راح نطلع البي العفو 120. هذه الفرضيه الاولى. الفرضيه الثانيه شنو؟ راح نفرض ان الجسم ايضا بي ثابت، راح نفرض هم الجسم بي ثابت، بس هنا الجسم اي ما راح ينزلق، راح نفرض ايش بي ينقلب، راح نفرض شنو ينقلب. اذا بما انه راح نفرض قلنا الجسم ينقلب الى ان، قلنا نخليها بالركين وناخذ العزم وين؟ بالركين حتى الان تختفي. والاف ايضا راح يصير العزم مالته صفر، والان عزم مالته صفر للمره بالنقطه المخذين بها العزم، فلذلك راح يصير ناقصا البي، لان البي راح يدور باتجاه عقرب الساعه، بينما الوزن 300 راح يدور عكس عقرب الساعه، ونحصل قيمه ثانيه للبي اللي هي مقدارها 100. الفرضيه الثالثه شنو؟ الفرضيه الثالثه اذا قلنا if the body A is not moving، هنا راح نفرض ان الجسم A هو الثابت ما يتحرك، والجسم B اللي هو راح يتحرك مين؟ باتجاه الجسم A. هنا راح نفرض بالعكس، هنا نرجع للرسم، راح نفرض ان جسم بي العفو جسم اي هو الثابت، وجسم بي هو اللي راح يتحرك طبعا بفعل حركه البولي، وجسم بي وين راح يتحرك؟ يتحرك باتجاه جسم اي، يعني تصير الحركه باتجاه اليسار. طبعا ممكن ينقلب؟ لا ما ممكن ينقلب، لان هنا قلنا هذا الجسم اي فقط اللي هو ممكن ينقلب، لان صار يعني مثل الجسم طولاني فممكن ينقلب، هنا جسم بي ثابت فما ممكن ينقلب، لكن ممكن ينزلك باتجاه الجسم اي. اذا راح نفرض ان الجسم اي ثابت is not moving and the body B is slipping to the left to the left left العفو. نفس الحاله عندنا هذه هي القوه بي، هذا الان او هذه هي الاف داش راح تصير عكس اتجاه الحركه والوزن لاسفل. طبعا summation الاف واي، اول ما ناخذ summation الاف واي طبعا هنا البي لها قوتين، واحده من واحده بتكون باتجاه الاعلى واحده باتجاه اليسار، فلذلك راح عندنا مجهولين فراح نحصل معادلتين اكيد. نقول summation الاف واي، نقول الاف واي الان راح تكون اتجاه الاعلى موجبه، البي باتجاه الاعلى موجبه، وعندنا الوزن باتجاه الاسفل 300. حصلنا معادله بين الان والبي، الان تساوينا 300 ناقص البي. راح نقول summation اف واي، الاف داش راح تكون باتجاه اليمين موجبه ناقصا البي، عندنا هنا الاف داش وعندنا البي. طبعا اذا الاف داش راح يساوي لنا البي، زين البي هو شو يساوي لك؟ الميو بمن؟ في الان، صح ولا مو صح؟ اذا البي شو يساوي لك؟ الميو في الان، الميو ايش قد معلومه 0.6، الان ايش قد طلعنا شو يساوي لنا؟ 300 ناقصا بي، فنعوض مكان الان 300 ناقصا بي ناقصا بي، اذا البي راح يساوي 0.6 في 300 ناقصا بي، هاي معادله من الدرجه الاولى، وبالتالي راح نقدر نطلع قيمه البي، البي راح تطلع لنا هنا 112. طبعا قلنا هنا عندنا 112 ثلاث قيم، 112 وعندنا القيمه الثانيه 100 والقيمه الثالثه 120، قلنا اذا طلعتنا ثلاث قيم للبي دائما ناخذ اصغر قيمه سواء كان طلب بي ماكس او بي مينيمم، وبالتالي نختار البي ماكس اللي هي 100، وبالتالي انتهى حل السؤال. الى هنا نكتفي بهذا القدر من حل الاسئله، وان شاء الله نكمل حل اسئله فصل الفريكشن بالمحاضرات الجايه، وان شاء الله تكون المحاضره الجايه هي اخر محاضره بهذا الفصل، نحلهم فد اربع اسئله او خمسه حتى نحلكم باكبر قدر ممكن من المسائل، وان شاء الله تستفادون من هذا المحاضره وتفهمون الماده، وشكرا لاصغائكم.